كريستال وسويتشرو. بارتلبي، هل يمكن أن تعطيني أصيص الزهور الفارغ؟ أنتما لستما بارتلبي، ولكن شكراً على المساعدة أيها المساعدون الصغار. أين ذهب مساعدي الكبير؟ مكسرات في شبوف. إنها تمطر. إنها تمطر بغزارة وبارتلبي يحفر. هل نسيت ما هذا اليوم؟ يوم النوم على العشب؟ لا. تمشيط فرائي؟ لا. تناول الغداء؟ لا يا أحمق. سنساعد جريزيلدا في أعمال البستنة اليوم. قف مكانك. إلى أين تظن أنك تأخذ أزرار ترويو؟ لا بأس يا بي، سأقدمها لجريزيلدا حتى تضيفها إلى حديقتها. هذا لطيف جداً. حسناً، يكفي ثرثرة. لنضع هذه الأزهار في العربة. ماذا كان ذلك؟ إنها قطعة كريستال من نوع ما. أي نوع من الكريستال تفوح منه رائحة النعناع الفلفلي؟ ربما سنعرف إن نظفناها قليلاً. شيء ما يحدث. لا أعلم ما حدث الآن. أعتقد أن قطعة الكريستال جعلت عصيرك يتبادل الأماكن مع تلك المجرفة. واو، إنها تعمل حقاً. سأسميها سويتش أماجيك. سويتش أمباب. سويتش أماثينج. سويتشيرو. سويتشيرو. هذا ما قلته. نعم. هل رأيت من قبل شيئاً مدهشاً كهذا؟ فكر بكل الأشياء التي نستطيع تبديلها. ما كرتي. كرتي ما. نحن صديقان. مذهل. مذهل. دعيني أحاول، دعيني أحاول. ماذا حدث الآن؟ لا أعلم. أنت، أنا. وأنت قط وسيم جداً. استبدل سويتشيرو جسدينا. لا أستطيع أن أكون قطاً. ماذا عني؟ كيف أكون إنساناً أو فتاة؟ لا أعلم كيف أتصرف مثلهما. يجب أن نتبادل ثانية. كيف تمسك شيئاً بهذه المخالب؟ لما كل هذه الأصابع؟ إنها تتلوى فقط. متى ستأتينا لمساعدتي في الحديقة؟ أليجريزمو يفسدون كل شيء. ساعديني ترو. إنها تظنك أنا. قل شيئاً ما. مثل ماذا؟ مهلاً، من قال هذا؟ مهلاً، أنا سأتصرف. نحن قادمان، نراك قريباً. قادمان؟ ترو، لا نستطيع الذهاب لجريزيلدا هكذا. يجب أن نفعل. لقد وعدنا أن نساعدها. أحضر قطعة الكريستال لنرى ما سنفعل. لكن أريد أن أعود قطاً ثانية بمجرد أن أصبح هناك. كيف يعيش الناس من دون فراء؟ أشعر ببرد شديد. المقعد حيث الأجمة ولا أجمة حيث المقعد. لا لا، هذا ليس جيداً. أعيدهما كما كانا. حسناً، لنحاول أن نتبادل قبل أن نكلم جريزيلدا. من الصعب أن أمسك شيئاً بهذه القوائم. من هناك؟ لا، لقد جاءت. دعها تتولى أمر الكلام. نعم، على سبيل التغيير. مرحباً جريزيلدا. ترو، بارتلبي، تبدوان غريبين. على كل حال، تادا! كل شيء هنا يجب أن يكون هناك، وكل شيء هناك يجب أن يكون هنا. و... ترو، ماذا تفعلين؟ لا تزال لدي متسختين من أعمال البستنة. حسناً. مفاجأة. هذا لطف كبير منك ترو. قطعة كريستال. رائحتها كرائحة النعناع الفلفلي. ستكون أجمل زينة في حديقتي. يجب أن نساعد سويتشيرو. لماذا لم تخبريها بأنها ليست هدية؟ لم أستطع قول شيء من دون أن أريها بأننا تبادلنا. غريزمو، ضع هذه فوق حمام الطيور. إنها زينتي الجديدة.
لذا أحرسها جيداً. أوه، أعمال البستنة مرهقة. حان الوقت لأخذ قيلولة. وأريد أن تكون قطعة الكريستال لامعة وأرى وجهي فيها. تأكد أن تلمعها كل ثانية. يلمعها كل ثانية. لا يا مخلوقات غريزمو، وإلا فإنكم ستستبدلون الأشياء. غريزمو، علي استعادة قطعة الكريستال. لكن كل شيء يتم تبديله. لا يهم، يجب أن نوقف عمليات التبديل. لا تخافي، قط النينجا، أقصد فتاة النينجا، ستساعدها. بارتلبي. لا أعلم ماذا أفعل بجسدك الآن. أنا القط، أستطيع القفز. انظر يا قط النينجا. انفض من الريش، حيلة قذرة. ليس لدي مخالب. أنا معتاد على الهبوط على قوائمي. انظري، تنطلق الأشعة إلى كل مكان تروح، حتى مدينة قوس قزح. خردل. منزلي. لا يمكن أن أعالج هذا الأمر وحدنا، نحتاج إلى مساعدة الأمان. كيوميولا. مرحبا كيوميولا، قمنا إلى شجرة الأمان أرجوك. أمنيات الأصوات، انتقلي إلى هنا. أمنيات القفز، انتقلي إلى هنا. مرحبا زي. أهلا بكما. أنا أستبدل فقط مواقع بعض الأماني في شجرة الأماني. مياو، ألم يعد بإمكان الأشياء أن تظل على حالها؟ ترو، هناك خطأ ما في صوتك، كصوت بارتلبي. لا لا لا، صوتي لا يزال على حاله يا زي. بارتلبي، لابد أن عيني تخدعاني، لابد أن أذني تخدعاني، أو ربما كنت أحلم. أيتها الأماني، ساعديني لأستيقظ، لا يمكن أن أنام أثناء العمل. شكراً جزيلاً. لا بأس، أنت لا تحلم، أنا وبي تبادلنا جسدينا. نعم، وجدت ترو قطعة كريستال أسميناها سفيتشيرو، وقد استبدلت جسدينا، والآن أنا إنسان وهي قط. أنا مشتاق لفرائي. إنها مصيبة، هذه مشكلة كبيرة. هيا لنجلس ونفكر في الأمر. كيف سنساعدك؟ علينا أولاً أن نستعيد سويتشيرو من مخلوقات غريزمو. تظن غريزيلدا أن ترو أعطتها الكريستال كهدية، لكنها لم تفعل. أوه، موقف محرج. محرج جداً، لكن ربما تعطينا أمنية ما، شيئاً لغريزيلدا ستحبه أكثر من الكريستال. وعندما تستعيدين الكريستال ستستطيعان تبادل الأجساد وتعودان كما كنتما. ليس تماماً، رأينا إشعاع سويتشيرو يتجه نحو مدينة قوس قزح. لقد هبطت على قدمي. حان الوقت لتحصلي على أمنياتك. مهلاً، ترو هي التي تطلب الأماني، ولكن أنا ترو. تستطيع شجرة الأماني تمييز ترو، ولكنها تحتاج إلى حقيبة الأماني. صحيح. إنها مناسبة تماماً، أنا جاهزة. يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، شاركيني أمنياتك.
أمنيات رائعة بارتلبي. أقصد ترو، لنتفقد الموسوعة. أمنيتك الأولى هي سنورفل. إنه أمنية شم ويتمتع بأنف قوي يساعده على شم الأشياء. إن كان قوياً بما يكفي لتحريك الأشياء، فقد يساعدني في إعادة كل الأشياء المستبدلة إلى مكانها. عطاسه قوي أيضاً. أمنيتك الثانية زيليون، المفضل لدي. يستطيع صنع نسخ عن الأشياء، سواء كنت تريدين نسخة واحدة أم مئة. أي شيء أستطيع أن أنسخه كي يساعدني؟ سويتشيرو، أستطيع تقديم نسخة عنها إلى غريزيلدا وأستعيد الحقيقية. أمنيتك الثالثة هي نعم، لوكسي، أمنية الرؤية. يستطيع مساعدتك على رؤية الأشياء الصغيرة. لا أعلم سبب حاجتنا إلى أمنية رؤية، ولكنني سأجد طريقة لاستخدامها. تفعلين دائماً ترو. شكراً زي، وشكراً يا شجرة الأمان لأنك شاركتني أمنياتك الرائعة. أنت الأفضل يا زي. حظاً موفقاً ترو بارتلبي، ولك أيضاً بارتلبي ترو. لماذا؟ مرحبا فلاوريس ماغنيفيكاس. مرحبا يا نحلة. هذا غير معقول، أصبحت أنا النحلة. الأفضل أن أتدرب على الطنين. ها؟ ياك! وقت المثلجات. بي، يجب أن نستعيد السويتشيرو أولاً والمثلجات لاحقاً. حسناً. حان وقت استعادتها وإيقاف كل هذا التبديل. زيب زاب زو، أنا أختارك. أحقق أمنيتي. هل أنت مستعد؟ مرحبا غريزمو، أنا بحاجة ماسة إلى ذلك الكريستال. لا، لن أخذه، سأصنع نسخة عنه فقط. حسنا، ممتاز. أريد نسخة واحدة من سويتشيرو، ولكن لا تنسخ قواها. أميرة المرتاحة، أميرة سعيدة. حسناً جميعاً، لنرى كيف تبدو الأمور في كريستالي. لا، قطع الكريستال تنتشر في كل مكان. سويتشيرو الحقيقية، لا تدعها تهرب. ماذا يجري؟ لماذا تمطر كريستالاً؟ أوه لا لا لا، حككتها. هذا غريب، هل أصبح الجميع أطول؟ أنا كلب، لماذا أنا كلب؟ أنا آسفة غريزيلدا. لماذا تتكلم كترو؟ لم يكن من المفروض أن تأخذي أنت وغريزمو كريستالي، إنها سويتشيرو وهي تستبدل الأشياء. والناس والقطط، استبدلت جسدينا. هذا غريب جدا. هذه أنا، تبادلت الأجساد مع فرونكي. ماذا؟ سويتشيرو، أنا خلفك. أمسكت بها، أنا لا أستطيع الإمساك بها بقوائمي. لا. هلا.
كيف سنجد سويتشرو الحقيقي الآن؟ لا تشعر بالاستياء يا زليون، إنها ليست غلطتك، لقد شعرت بذعري فقط، أنت رائع. لا أصدق أنني كلب. كلب ظريف جدا، ولكن كلب. روبي لا، قف برشاقة، كن أميرة. هيا يا بي، يجب أن نجد سويتشرو الحقيقية. أنا معك ترو. هذه ليست محطتي. حسناً، الأمور هنا مستبدلة وفوضوية. من أين جاءت هذه الأشجار؟ انظر بارتلبي، لقد وجدتها. أترو. وكأنها لعبة اختباء عملاقة للكريستال. كيف سنميز سويتشرو الحقيقية بوجود كل هذه النسخ؟ علينا أولاً أن نجمع كل قطع الكريستال التي نسخت. حسناً، ولكن كيف سنجد قطع الكريستال إن كنا لا نرى أماكنها؟ لا داعي لأن نراها، علينا فقط أن نشمها. أوه نعم، رائحتها كرائحة النعناع الفلفلي. زب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ سنورفل وحقق أمنيتي. مرحباً سنورفل، أريدك أن تجد كل قطع الكريستال أينما كانت. رائحتها كرائحة النعناع الفلفلي، هل تستطيع إيجادها بالشم؟ أمسكتها، أصبحت بارعا في استخدام الأصابع. جمعناها كلها. شكرا سنورفل. علينا أن نعرف الآن أي واحدة هي سويتشرو. لحسن الحظ لدي طريقتي. أمسكها. لا لا لا. أساعد؟ لا، أنا أتولى الأمر. لا، تشنجت ذراعي، سأخذ هذا وقتا. تشنج آخر. لا، سويتشرو الحقيقية ليست أي من هذه القطع، ربما واحدة من تلك. لابد من طريقة تساعدنا على إيجاد سويتشرو الحقيقية دون أن نضطر لتلميعها. لنفكر في الأمر. أمنيتنا الأخيرة لوكسي، يستطيع رؤية أشياء لا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة. ماذا يوجد على سويتشرو ولا نستطيع رؤيته؟ إنها آثار قوائمي، تركت عليها آثار قوائمي عندما حاولت الإمساك بها. يستطيع لوكسي البحث عنها ليجد سويتشرو الحقيقية. هذه فكرة مذهلة، لنفعل هذا. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ لوكسي وحقق أمنيتي. مرحبا لوكسي، نحن نبحث عن قطعة كريستال خاصة عليها آثار قوائم قط. هل أنت مستعد للبحث؟ أين هي؟ آثار قوائم قط، انطلق يا قطة النينجا. أحسنت التحكم بذيلك. كما يقولون يا بي، التمرين المتواصل يحقق الكمال. شكرا لوكسي، قدمت لنا مساعدة كبيرة. أحسنت عملا ترو، فلنتبادل جسدين الآن بسرعة. حسنا بارتلبي. شوارب. لا يوجد شوارب. ذيل. لا يوجد ذيل. حست القط بأهميتي الكبيرة. لا يوجد ذيل. لقد عاد. أنا سعيدة جدا يا بي، ولكن على سويتشرو أن تستبدل الكثير من الأشياء. هيا، أنا نستطيع الاحتفال للحظة. حسنا، رقصة احتفال من ثانية واحدة. حسنا، لنذهب لنقم باستبدال الجميع. مرحبا. هيا
ولا يضيع كل ذلك التدريب عبثا. شكرا كيوميلو. أحسنت باستبدال جميع ترو. حظ الليل لم يعد ممتعا. بدت قطعة الكريستال تلك جذابة جدا في حديقتي. لم أدرك أنها لم تكن لي. لدي أخبار رائعة. يمكنك أخذ كل نسخ الكريستال هذه، لكن لا تطلب مني أن أعدها. لا أعد أرقاما كبيرة. بدليهما ترو بسرعة. بدليهما فروكي. قبلت قطا. مهلا. لا يوجد ذيل وعدة أصابعي وقدرتي على تصرفي بلا باقة. ممتاز. ماذا ستفعلين بسبيتشيرو ترو؟ حسنا، أعرف مكانا مثاليا لن تسبب فيه المزيد من المتاعب. جيد، ها قد عادت إلى الأرض بسلام. في فاي فو فروكي. نعم، بقيت هذه الخيمة منصوبة. استغرقني الأمر 10 محاولات فقط. أنا مذهل. عمل رائع بارتلبي. نسيت أنك في الداخل ترو. أنا آسف. شكرا جزيلا. كنت أجهز أكياس النوم فقط. المكان جميل جدا هنا. لا شيء أروع من التخييم الراقي. التخييم الراقي؟ التخييم الراقي. من يحمل اسم غريزيلدا يخيم بشكل رائع. لا أصدق بأنها وافقت على القدوم معنا. يوجد تراب هنا. تعلمين أن التخييم يعني أن نبتعد عن الحياة المرفهة، صح؟ أوه، صدقيني، أنا أعلم حتى إني لم أحزم غسولي البراق. أليس كذلك فروكي؟ قل لي. إنه جارو. إنه المساعد الذي أحتاج إليه لأجد كنزي الذي فقدته منذ زمان. من يريد وجبة خفيفة؟ أحضرت شطائر براقة. من حزم هذا؟ هذه شطائر براقة. إنها لذيذة وجذابة. اسألي فروكي. عزيزي فروكي، إنه يحبها. وقت الطعام. فروكي، الراقون لا يركضون. هاي. بي لا فو بافي. لا يوجد أفضل من جرو ناعم. هل قلت جرو؟ جرو ناعم ذكي ويحل اللغز. بأنفه يشم ويبحث عن الكنز. تعال وخذ شطيرتك الراقية. روكي عاد. إيوه، بيرا كل عام. لقد دخل إلى هنا بالتأكيد. لا، سيضيع جرو الناعم في هذا المكان المريع والفظيع. إنها متاهة، متاهة. وهي ليست فظيعة، إنها خلابة. ولا يمكنكم الدخول إليها. لا تقلقي ترو، سأجد آلة اللعاب الصغيرة تلك هنا في مكان ما. من أنت؟ لم تسمعي قط بقزم المتاهة؟ نحن أشرار، ولكنني لطيف عندما لا أشرف على الحراسة. من يبني شيئاً غير راق هكذا؟ إنه بشع. بنيت المتاهة لأخفي كنزي ثمين من الذين يحاولون سرقته. لكن كنزي ثمين علق هناك. ولسبب وجيه، بيني وبينك وبين الشجرة بنيت هذه المتاهة بشكل كبير وصعب جداً، لدرجة أنني لم أتمكن من إيجاد كنزي. لقد فقدته، لكن الكلب يستطيع إيجاده بحاسة شمه. كلبك صغير سيجد كنزي. أيها القزم، كلا صديقينا في الداخل الآن. يجب أن نجدهما. حسناً، لكن لدخول المتاهة عليك أن تحل الأحجية. كم حبة توت من هذه السلال المليئة بالتوت تستطيعين أن تأكلي بحيث لا تظل معدتك فارغة؟ سأكتشف الأمر. انتظري غريزيلدا، يجب أن نعدها بينما تأكلين. واحدة تلو الأخرى. واحدة.
الجواب هو حبة توت واحدة. ماذا؟ هذا غير صحيح. أكلت أكثر من حبة توت واحدة. الأحجية تقول كم حبة توت تستطيعين أن تأكلي بحيث لا تظل معدتك فارغة. إن أكلت حبة توت واحدة فهذا يعني أن معدتك ما عادت فارغة. غير معقول. هذا صحيح. يمكنكما الدخول، ولكن ألقي نظرة سريعة من الداخل أولاً. واو. إنها رائعة، صحيح؟ ممر واحد يصبح عدة ممرات، ثم تظهر الأبواب فجأةً، وسرعان ما يصبح كل شيء ملتوياً ومنعطفاً. ماذا سيحدث لكما عندها؟ سنضيع! وبشكل ميؤوس منه. كما قلت، يمكنكما الدخول، ولكن هذا لا يعني أنكما تستطيعان البقاء في الداخل. هذا الكلام جعلني أرتعش حقاً. أنا شرير بارع. ماذا نفعل ترو؟ لن نجد فروكي وبارتلبي أبداً. لا تقلقي جرازيلدا، سنخرجهما من هناك، ولكننا بحاجة إلى مساعدة الأماني. إن كنت ذاهبة لشجرة الأماني سأذهب معك. ستفعلين بالتأكيد. إن كنا نريد النجاح فعلينا أن نعمل معاً. كيوميلو! لنذهب إلى شجرة الأماني يا كيوميلو. زي، هل أنت في البيت؟ زي، أهلاً بكما. أنا والأماني نخيم. لقد حصلوا على شارات الاستحقاق. التخييم ممتع. ألا نزال نتحدث عن هذا؟ أصبح التخييم قصة قديمة. نحن لسنا هنا بشأن التخييم، أتينا بشأن المتاهة. متاهة؟ أحب الأحاجي، يبدو ممتعاً. إنها متاهة عملاقة علق داخلها فروكي وبارتلبي. هذا لا يبدو ممتعاً. لنجلس ونفكر في الأمر. لا شكراً، الأميرات لا يجلسن على الفطر. انزلي. ابقي هادئة. ستكونين بخير، سيعود الفطر إلى الأسفل. سينزل. كيف تستطيع الشجرة مساعدتك؟ هذه المتاهة صعبة جداً. جدرانها تتحرك وحدها وما إلى ذلك. نحتاج إلى أمنية تمنعنا من الضياع. النجدة لقد علق. علقت؟ نعم، إن علقنا داخل المتاهة فسنحتاج أمنية تساعدنا على الخروج. شكراً جرازيلدا. العفو. سمعتك شجرة الأماني، حان الوقت لتحصلي على أمنياتك الثلاث. أنا جاهزة. يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، شاركيني أمنياتك الرائعة. شاركيني أمنياتك الرائعة. شاركيني يا شجرة الأمنيات، شاركيني بأمنيات جدا صغيرة. شاركيني رجاءً يا شجرة الأمنيات، بالقوة السحرية نصنع المعجزات. أحلى الأمنيات، أحلى الأمنيات، أحلى الأمنيات، أحلى الأمنيات، بالقوة السحرية معاً نصنع المعجزات. يا لها من أمنيات رائعة. لنرى ما جاء في موسوعة الأماني عنها. أمنيتك الأولى دوت سبوت، يستطيع أن يصنع قدر ما تريدين من النقاط. ممتاز، سنستخدم دوت سبوت لنجد طريق العودة خارج المتاهة دون أن نضيع. سنتبع البقعة فقط. الأقمشة المبقعة رائعة، هذه أمنية راقية راقية. أمنيتك الثانية روبرو، يستطيع هذا الحبل أن يقدم لك مساعدة كبيرة في تسلق الأشياء أو ربطها. قد يساعدنا هذا في سحبنا خارج بقعة صعبة. وأخيراً لدينا سلوثبي، إنه أمنية نادرة وغير عادية حقاً. يستطيع أن يجعل أي شيء يتحرك بشكل بطيء. هذا مذهل.
لكني لا أعرف كيف لإبطاء سرعة الأشياء أن يساعدنا على إنقاذ صديقينا. ستجدين طريقة ماترو، أتفق معه وأنا دائما محقة. شكرا يا زي، وشكرا لك يا شجرة الأمان لأنك شاركتني أمنياتك. وداعا زي، استمتع بتخديمك. حظا موفقا، أنا متأكد ستنجحان. مؤكد. فروكي، فروكي، ماذا يجري هنا؟ كيف أخرج من هنا؟ يجب أن أحذرك، مهارات النينجا التي تخصني مدهشة. فروكي، كم أنا سعيد برؤيتك. كنت سعيدا برؤيتك. لا، انتبه أين تضع قدمك هنا. هذه المتاهة مليئة بالأفخاخ. اهرب. قد علمنا. شكرا كيميلو. أنتما عودا إلى هنا. فروكي، يجب أن نخرج من هذه المتاهة. ارفعني قليلا. فروكي، هذا ليس وقتا مناسبا لتجلس على مؤخرتك. رائع، مؤخرتك هي الأفضل. انتظرني. هل سمعت ذلك؟ ذلك صوت بارتلبي. نسير في الاتجاه الصحيح. كيف نستمر في السير هكذا؟ هناك الكثير من الممرات. سنعمل معا على إيجاد الممرات الصحيحة، ولكن لنحرص على أننا سنجد طريق العودة خارج هذه المتاهة قبل أن نتعمق أكثر. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ دوتسبوت وحقق أمنيتي. دوتسبوت، هل خلفت أثراً من النقاط خلفنا أثناء سيرنا؟ نقاط وردية؟ وكأنه يعرفني. روكي، أين أنت؟ بارتلبي. يا للذكاء الشديد، الجزء اللطيف مني كان ليترك هذه النقاط، ولكن يجب أن يجد الكلب كنزي الذي فقدته منذ زمن، لذا سأكون قزما شريرا. نحن نسير منذ مدة طويلة. غريزيلدا، انظري، لقد وقعت هناك من قبل. هذا يعني أننا مررنا من هنا من قبل. نحن ندور في حلقات. مستحيل، كيف يعقل هذا؟ لا أعلم، لا يزال دوتسبوت يضع النقاط، لذا كان المفروض أن نعرف ذلك. إلا إذا كان القزم يسرق نقاطنا. إنه شرير كبير. من دون تلك النقاط التي ترينا أين كنا، لن نتمكن من الخروج. سنحل تلك المشكلة لاحقاً. علينا الآن أن نمنع القزم من محاولة إيقافنا. دوتسبوت، هل تستطيع أن تصنع لنا بقعة كبيرة وعملاقة؟ شكراً دوتسبوت. سيمرح ذلك القزم كثيراً وهو يرفع هذه النقطة. هيا بنا. نقطة كبيرة، وكأن هذا سيضيفني. فروكي، توقف، لن نخرج من هذه المتاهة أبداً إن علقنا. سأذهب أولاً ثم ستفعل أنت. ماذا قلت لك؟ مجرد باب رسم القزم عليه. القزم! مجرد باب آخر عليه قزم. هذا أسوأ من الذي قبله. أسمع هذا كثيراً. كي تستمرا في عبور متاهتي عليكما أن تجيبا على أحجية أخرى.
إن لم تحلا أهجيتي قبل غرق حمام الطيور هذا في الأرض فعليكما أن تغادرا متاهتي وإلى الأبد. أخبرنا أهجيتك أيها القزم، نحن مستعدتان. إنه جزء من الطائر، ولكنه ليس في السماء. يستطيع دخول حمام الطيور دون أن يتبلل. ماذا يكون؟ يستطيع دخول الحمام دون أن يتبلل؟ ابطه ذو الرائحة الكريهة؟ لا أستطيع النظر إليه جيداً. بسرعة، حاول الإمساك به. هذا الطائر سريع جداً، لدينا فرصة أكبر في إمساكي حتى ظله. ظله؟ الطائر في السماء، ولكن ظله على الأرض، ويمكن لظله أن يدخل الحمام دون أن يتبلل. أعرف الجواب، إنه الظل. لا أصدق، أصبتِ ثانية. يمكنكما العبور ثانية، ولكنني سأكون عند كل زاوية لأعطيكما المزيد من الأحاجي إلى أن تستسلما أخيراً. أراكما قريباً، أقصد أراكما قريباً. كيف سنوقف هذا القزم من محاولة إيقافنا؟ لنفكر في الأمر قليلاً، يجب أن نبتعد عنه، ولكنه يعرف هذه المتاهة جيداً. نعم، إنه محتال. علينا أن نخفف سرعته بما يكفي لندرك فروكي وبارتلبي، ولدي أمنية لتحقيق ذلك. سلوث بي، احزر منعاد. انتظر قليلاً. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ يا سلوث بي وحقق أمنيتي. مرحباً سلوث بي، لنبطئ حركة هذا القزم المحب للأحاجي. إليكم الأهجية القادمة. ما الذي يقفز في الهواء؟ ولكنه لا ينزل ثانية أبداً. أنت! وداعاً أيها البطيء. ابقى معه يا سلوث بي، أبقي لطيفاً وبطيئاً. شكراً. من هنا. أما كان بإمكانك الانتظار حتى أمر أولاً. الأميرة أولاً، تعلمين هذا؟ توقف روكي، ذكرني أن أضيفه إلى قائمة الملابس الوسخة. روكي، أين أنت يا صديقي؟ ذو الرائحة الكريهة معي، نحن هنا أياً كان هذا المكان. بارتلبي، نحن قادمتان. يجب أن أوقعهما. روكي، قادمتان. بارتلبي. ترو، ما قصة هذه المتاهة المجنونة؟ هذا محبط جداً. فروكي، الوقت ليس مناسبا الآن كي... مهلا، مؤخرتك أنقذتنا المرة السابقة. استمر، حرك ذيلك أيها الصغير. لقد نجح. مياو. فروكي. بارتلبي. ترو، أنا سعيد جدا برؤيتك. هل اشتقت لي؟ بالطبع بارتلبي، هل أنتما بخير؟ نعم، ولكننا عالقان هنا، وفروكي يفكر في إعطاء المزيد من القبل المليئة باللعاب النجدة. سنخرجكما حالاً. سلوث بي، لا، لقد نفدت قواك. لابد أن هذا يعني... أنا ثانيةً، لن أفرض عليكم المزيد من الأحاجي، سأطردكما خارج متاهتي الآن. بلان، هذه الحفرة، تذكرت الآن، هنا دفنت كنزي. نعم، والكلب وجده. هي لا 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 لا. عصايش ليلي، هذه كارثة، لا أستطيع إخراجهما من دون مساعدة عصاي. لن أغادر هذه المتاهة من دون صديقي فروكي، هل تفهم؟ نعم، مذهل، أنت تصلحين لتكوني قزم متاهة. لا تقلق، لدي أمنية ستساعد على إخراجهما.
زب زاب زو، أنا أختارك. استنفر جو برو وحقق أمنيتي. مرحباً روبرو، أحتاج إلى حبل كي أتمكن من إخراج صديقنا من هذه الحفرة. هل ساعدتنا؟ هيا انطلق يا حبل روبرو. تمسكا بالحبل. أمسكت به. لماذا لا نتحرك؟ فروكي، أترك لك شيء. لا، إنه كنزي، لقد وجده. لا جدوى من كنزك إن كان صديقانا لا يستطيعان إحضاره لأنهما عالقان. إنها غلطتي أنا، يجب أن أصلح الأمر. سأتي لإنقاذك أيها الكلب. وأنا رائع، غير معقول. أريد واحدة أخرى. وأنا لست قوياً بما يكفي لأفعل هذا وحدي. نعم، فك ذاك الكلب فولاذي. أيها القزم، نستطيع مساعدة بعضنا لنخرج من هذه الورطة. تريدين منا أن نساعده؟ ظل يحاول إيقافنا طوال اليوم. الطريقة الوحيدة لإخراج الجميع هي بالعمل معاً يا جريزلدا. لك ذلك. هل أنت مستعد يا روبرو؟ مستعدة يا جريزلدا؟ أها، ليت العمل معاً لم يكن يعني أن أمسك هاتين القدمين الوسختين. غسلتهما العام الماضي. هذا ليس جيداً. هيا أنت يا يدي. هيا يا آلة أسوار اللعاب لأذهب. اسحب معي يا روبرو، نستطيع فعل هذا. لقد نجحنا، أحسنت صنعاً يا روبرو. عزيزي فروكي، كنزي العزيز. شكراً، شكراً لكم جميعاً. العمل معاً نجح بالفعل. عرفت أنه سيفعل. كنزك عظمة كلب؟ نعم، لهذا السبب كنت أحتاج إلى كلب كي يجدها. ها؟ وضعت صديقي العزيز في ورطة كبيرة لتحصل على عظمة كلب براقة تافهة؟ أنت شرير. أنتم على حق، كنت شريراً معكم طوال اليوم. أنا أفعل هذا لأمنع الناس من دخول المتاهة والضياع داخلها. أرجو أن تتمكنوا من مسامحتي. خذ إنها لك. بقيت تقول إنك قزم شرير، ولكنك تستطيع أن تكون لطيفاً. قدمت كنزك إلى كنزي أنا؟ كيف أقاوم هذا الظريف الصغير؟ أظن أنك تستطيع القدوم لزيارة فروكي أحياناً. حقاً؟ شكراً لك، شكراً. عناق الأميرات. كيف سنخرج من هنا؟ اتبعوا صاحب حاسة الشم الخارقة. رائع، هذا راق جداً. ما معنى ذلك؟ يعني براق، ستحب ذلك. هيا. ملكتا النهار والليل. متحمسة لمقابلة ملكة النهار وملكة الليل. جعل الشمس تشرق كل نهار والقمر يشرق كل ليل، عمل مدهش ومذهل ورائع ومدهش. هل قلت كلمة مدهش سلفاً؟ إنه عمل هام. إنه مدهش بالتأكيد. عندما تشرق الشمس أصحو كلياً، وعندما يشرق القمر أنام بعم. تبدو القلعة خلابة جداً. شكراً على مساعدتكما يا ترو وبارتلبي. العفو يا ملكة قوس قزح. والتوقيت مثالي أيضاً. ها قد جاءت ملكة النهار الآن. ترو، هل أنت بخير؟ ترو؟ ترو؟ أحر تحياتي لك يا ملك قوس قزح، ولا بد أنكما ترو وبارتلبي. من الرائع أن أقابلكما أخيراً. أنت تعرفينني؟ إنها تعرفني.
رائع أن أراك ثانية يا صاحبة السمو، وستصل أختك ملكة الليل في أي لحظة. لماذا لا تلتقي الملكتان إلا عند شروق القمر وغروب الشمس؟ تأتي قوة ملكة النهار من النور يا بارتلبي. النور يتلاشى في الليل، لذا إن كانت بعيدة عن أشعة الشمس مدة طويلة فإنها لن تتمتع بالقوة الكافية لترفع الشمس، كما تبقى ملكة الليل في الظلام لترفع القمر. إذا لا نستطيع أنا وأختي أن نكون معا إلا عند الفجر والغسق. أوه، هذا محزن جدا. أنا أرى صديقي الحميم طوال الوقت. وبمناسبة الحديث عن ذلك فها قد جاءت. ملكة الليل. ملكة الليل، من الرائع أنك أتيت. ملكة النهار، لقاؤك هو دائما أفضل جزء من مسائي. شكرا لدعوتك أيها الملك. العفو. لابد أنكما تو وبارتلبي، سمعت الكثير عنكما. سمعت بي أيضا؟ أنا ها هي تبدأ من جديد. ملكة الليل، من الرائع جدا أن تقومي بزيارتنا، ويا له من شروق قمر جميل، وطبعا غروب ملكة النهار رائع أيضا. شكرا يا صاحب السمو، لا شيء أروع من غروب قمر مثالي. أختي العزيزة، لابد أنك توافقين على أن شروق القمر أشد روعة. أنا أخالفك الرأي للأسف يا أختي، غروب الشمس هو الأكثر جمالاً. ما رأيك يا ترو؟ نعم، من منا هي الأفضل؟ أنا الواقع كلاهما رائعتان. ليت الأمر كان كذلك، لكن من الواضح أن وقتي هو الأفضل. الوقت الأفضل هو النهار، تشرق فيه الشمس والسماء زرقاء. بالليل أبداً لا تقارني، ففي ذلك غباء. إنه الليل، وقته أفضل، حلو النسيم، قمره أجمل. بالنهار أبداً لا تقارني، إنه الليل وكفى. حلوة ألوانه، أيضاً أزهاره، وقوس قزح يظهر كل صيف في أمطاره. هو وقت الاسترخاء، أحلام في السماء، والنجوم تلمع تتألق في الفضاء. النهار وقتنا المفضل، الليل وقتنا المفضل. سماء زرقاء، ليل ونجوم، الشمس، القمر. هذا مثالي. سماء جنونية، أمر مثالي. ألا ترون؟ نستطيع أخيراً أن نكون معاً دائماً. علي فقط أن أظل في جانبي. في حين أظل أنا في جانبي، هذا أفضل ما حدث على الإطلاق. أرجو من الجميع أن يعذرانا. يجب أن أقنع أختي أخيراً بأن النهار هو الوقت الأفضل. يؤسفني أن هذا مستحيل، لأن الليل هو الوقت الأفضل. وداعاً. هذا غير عادي، غير عادي، غير عادي أبداً. قد تكون الأمور بخير. النهار والليل في الوقت نفسه، هذا وقت جنوني. قليلاً، لكن لا بأس، كما أظن. أرجوك اخلد للنوم. لا أصدق أن ذلك نجح. أنا متعب جداً. لا يستطيع شيء إيقافنا. رأيت، هكذا نحصل على الطاقة من الشمس، أو ننعم بليل هادئ متى شئنا. يبدو أن إحدى الحافلات نامت على طريق الليلي، وحافلات الجانب النهاري لا تستطيع المرور. ماذا؟ هيا بارتلبي الماذرة أيتها الحافلة، حان وقت الاستيقاظ. سأدغدغك. نعم. أحسنت يا بي. المعذرة أيتها الحافلة، هل يمكن أن تركني جانباً حتى تتمكن الحافلات الأخرى من المرور؟ لقد فهمت. أوه ترو، أحتاج إلى مساعدتك في وادي الزراعة السعيد. بالتأكيد أيها المزارع مونستر، أنا قادمة. كيوميولو. Ha ha ha!
هيا يا بارتلبي. مرحبا أيها المزارع موسر، ما المشكلة؟ المشكلة لا تتعلق بأشعة الشمس. النباتات تحب أشعة الشمس. إنها تحبها بالتأكيد. أشعة الشمس المستمرة هذه كانت رائعة في البداية. أصبح محصول التوت أكبر وأكثر عصارة من أي وقت. توت عملاق، أين كنت عني طوال حياتي؟ ولكن يوجد الآن الكثير من الشمس. لقد جفت توت خاصتي بهذه البساطة. كل تلك العصارة اللذيذة والريانة اختفت؟ حسناً، ربما كان انقسام السماء إلى نصفين نهاري وليلي ليس جيداً. لا نستطيع ترك السماء هكذا. لنذهب ونشرح المشكلة للملكتين، ستتفهمان الأمر. صحيح؟ لا أزال عاجزة عن التصديق بأنهما هنا. كوني قوية رو. طاب نهارك يا ترو. وعمت مساء. كنت أخبر ملكة النهار كم نجوم الليل رائعة، ولكنها لا تقارن بالشمس المتوهجة، أليس كذلك؟ ترو. صحيح، شكرا يا بي. يا صاحبتي السمو، كل من النهار والليل مدهشان وما إلى ذلك، ولكن هل يمكن أن تعيدا السماء إلى ما كانت عليه؟ أرجوكما. ترو، هذا يعني أنني لن أتمكن من البقاء مع أختي. ستظل الشمس والقمر حيثهما إلى أن نقرر تغييرهما، ولن نفعل ذلك أبداً. ماذا الآن يا ترو؟ أعتقد أننا نحتاج بعض المساعدة. خذنا إلى شجرة الأمان يا كيوميلو. مرحبا زي. ماذا تفعل؟ أهلا بكما. انظرا إلى الأماني، نصفها نائم ونصفها الآخر مليء بالطاقة. ما المشكلة؟ لهذا السبب نحن هنا يا زي. ملكتا النهار والليل ألصقتا الشمس والقمر معا، والآن أصبح وقت النهار ووقت الليل طوال الوقت. هذا غريب جداً. أحتاج مساعدة الأمان لأعيد السماء لطبيعتها. أوه، هذه مشكلة فعلاً. تعاليا لنجلس ونفكر في الأمر. كيف نساعدك؟ أحتاج أمنية تجعل الجانب الليلي مشرقاً أكثر والجانب النهاري مظلماً أكثر، والأفضل أن يكون هناك أمنية تستطيع فصل الشمس والقمر كلياً. سمعتك شجرة الأمان، حان الوقت لتحصلي على أمنياتك الثلاث. أنا جاهزة. يا شجرة الأمان، يا شجرة الأمان، يا شجرة الأمان، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني يا شجرة الأمنيات، شاركيني بأمنيات جدا صغيرات، شاركيني رجاءً يا شجرة الأمنيات، بالقوة السحرية معا نصنع المعجزات. أحلى الأمنيات، أحلى الأمنيات، أحلى الأمنيات، أحلى الأمنيات، بالقوة السحرية معا نصنع المعجزات. يا لها من أمنيات رائعة رو. لنرى ما جاء في موسوعة الأماني. أمنيتك الأولى هو فليكتو. هذه أمنية تستطيعين التأمل فيها. لا أفهم الدعابة. لنتابع. فليكتو مرآة ويستطيع أن يريك انعكاسك. يستطيع أيضاً أن يعكس النور في أي اتجاه. مرحباً أيها الوسيم. هذا يعني أن فليكتو يستطيع عكس أشعة الشمس من الجانب النهاري نحو الجانب الليلي ليجعله يبدو كالنهار أكثر. هذا سيجعل الأشياء مشرقة. أمنيتك الثانية هو زيبلو.
ثانية من طاضية يستطيع حبس الكثير من الهواء والتحليق عالياً. أمنية كبيرة وعائمة. ربما أستطيع استخدام زبلو لفصل الشمس والقمر عن بعضهما. أمنيتك الثالثة هو الشومبي، أمنية حامية. ينفتح كالمظلة، يستطيع أن يغمرك بأشعة الشمس إن كان المكان عاصفاً، أو يغمرك بظل داكن إن كنت تريدين. لا أعلم كيف لهذا أن يساعدني في فصل الشمس عن القمر، ولكنني سأفكر بذلك. تفعلين دائماً ترو. شكراً زي، وشكراً لك يا شجرة الأمان لأنك شاركتني أمنياتك. حسناً وداعاً زي. حظاً طيباً. حسناً بارتلبي، لنسلط بعض النور على مدينة قوس قزح. فليكتو، حان وقت عكس الضوء. زب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ فليكتو وحقق أمنيتي. مرحباً فليكتو، هل أنت مستعد لعكس القليل من أشعة الشمس؟ رائع، هيا بنا. أشعة الشمس تعمل، ولكن الشعاع ليس كبيراً كفايةً. هل أصبحت أكبر حتى أعكس المزيد من الضوء نحو الجانب الليلي؟ صباح الخير صغيري، لقد كان صمته أفضل. فلنعد إلى العمل. هذه هي، غمرنا مدينة قوس قزح كلها بالنور. أحسنت فليكتو. لن يستطيع فليكتو الاستمرار إلى الأبد. لا أعلم بشأنك ترو، ولكن أيضاً أنا لا أستطيع. شكراً فليكتو. زي ترو، لدي أخبار سيئة. صنعت نموذجاً للشمس والقمر، وفقاً لحساباتي إن لم يتم فصلهما فإنهما سيلتحمان ويصبحان الشمر. لا تستطيع إصدار نور الشمس أو نور القمر. يجب أن نعالج الأمر. حان الوقت لنرى إن كان زبلو يستطيع فصل الشمس والقمر. أرجو أن ينجح الأمر. حظاً موفقاً. هذه المرة سوف ننجح. إيه، نحن نسقط. مهلاً، إنه مجرد حلم. إنه ليس حلماً يا بارتلبي، لقد نام كيوميولو. استيقظ كيوميولو. يجب أن نوجه كيوميولو إلى الجانب النهاري ليستيقظ. عليك أن تميل معي يا بي. من معي. أحسنت صنعاً يا كيوميولو. هيا بنا، حان وقت استخدام الأماني. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ زبلو وحقق أمنيتي. مرحبا زبلو، الشمس والقمر ملتصقان معا، هل عالجت الأمر؟ رائع، سأقودك بينهما ثم ستصبح كبير الحجم وتدفعهما بعيدا عن بعضهما. حسنا. حسنا زبلو، مستعد؟ ادفعي الآن. هل سينجح الأمر؟ لا أرى سوى معدة الأمنية، إنها طرية. لنساعد زبلو وندفع معه. لا يوميلو، أمسك تلك الأمنية. هل أنت بخير يا زبلو؟ شكرا لأنك حاولت، ولكن الشمس والقمر أكبر من أن نستطيع دفعهما. يجب أن ترتاح قليلا. ترو، ما أخبار الأمنية؟ فصلت الشمس والقمر؟ ليس بعد. أيا كان ما ستحاولين فعله، أسرعي وإلا التحم القمر والشمس.
أمر واحد نستطيع فعله، يجب أن نطلب من الملكتين المساعدة. ألم نجرب ذلك؟ بلى، ولكن علينا أن نحاول مجدداً. شكراً زي، شكراً لأنكما وافقتما على مقابلتي. أعلم أنكما تحبان أن تكونا معي، وأنا أحب أن أراكما معاً، ولكن يجب أن نصلح السماء. ما المشكلة؟ نعم، نحن نمضي وقتاً رائعاً، لكن هذا يؤثر على بقية المملكة. ليتكما ترياني كلا الجانبين لتدركا ما يجري. لكنني لا أستطيع الذهاب إلى الجانب الليلي، سأفقد أشعتي. وأنا لا أستطيع الذهاب إلى الجانب النهري، سأفقد ظلمتي. تفقدين أشعتك؟ تفقدين ظلمتك؟ لدي أمنية تستطيع منع هذين الأمرين من الحدوث. سأستخدم الأمنية الحامية شومبي ليحميكما من وقت بعضكما البعض. عندها سأخذ كليكما إلى أي مكان من المملكة لتريا ما يجري. في الواقع لست متأكدة. كل منكما قالت إن وقتها هو الأفضل، ولكن كيف لكما أن تعرفا يقيناً إن لم تريا كلا الجانبين بنفسيكما؟ عندما تقولين الأمر بتلك الطريقة، كيف نستطيع الرفض؟ رائع، هيا يا أمنيتنا شومبي. زب زب زو، أنا أختارك. استيقظ يا شومبي وحقق أمنيتي. مرحبا شومبي، يجب أن نتجه نحو الجانب النهري من المملكة. هل تستطيع حماية ملكة الليل من أجلي؟ عشباً. رائع. كيوميولو. مرحباً كيوميولو، خذنا أولاً إلى وادي الزراعة السعيد. يا للعجب، هل المكان هنا جاف دائماً؟ لا، وادي الزراعة السعيد عادةً أخضر ومورق، ولكن أشعة شمس المجيدة تجعله يجف كلياً. قلت لي إن الناس يكونون سعداء أثناء النهار. لا، ولكن لا أرى ذلك يا أختي. ولا أنا، هذا مريع. انظر يا بي، إنهما تدركان المشكلة بنفسهما الآن. هذا صحيح تماماً. عمل رائع شومبي. هل حميت ملكة النهار وذهبت للجانب الليلي؟ أشعة شمس أثناء الليل؟ ماذا أرى؟ ماذا يفعل الجميع على الأرض؟ هل هم مرضى؟ لا، إنهم فقط نائمون، لكن يفعلون ذلك عادة في بيوتهم، في أسرتهم. أختي، أنت تخبرينني دائماً أن الليل هادئ وسحري وفاتن، ولكني لا أرى شيئاً من هذا هنا. ولا أنا، هذا لا يجوز. نجح الأمر ترو، لا تنام الآن. صحيح. كيوميلو، عد إلى الجانب النهري من فضلك. شكراً كيوميلو، وشكراً لك يا شومبي. أصبحنا نفهم المشكلة الآن. الكثير من الليل ليس جيداً، والكثير من النهار ليس جيداً أيضاً. حان الوقت لنصلح الأمر. مستعدة؟ مستعدة. النهار مشرق والليل هادئ. أيتها الشمس وأيها القمر، لتعودا إلى مكانكما. إنه غروب شمس جميل. شكراً أيتها الملكتان. النهار أفضل الأوقات، فيه تشرق الشمس بسماء زرقاء، نركض بمرح، نلهو بالقفزات، إنه وقت المغامرات، إنه الليل وقته أفضل، حلو النسائم، قمره أجمل، وهو وقت الهدوء، نسترخي نتأمل، يرتاح فيه البال والمشاكل ترحل. حلوة ألوانه وأيضاً أزهاره، وقوس قزح يظهر كل صيف في أمطاره، هو وقت الاسترخاء، أحلام في السماء، والنجوم تلمع تتألق في الفضاء. النهار وقتنا المفضل، الليل وقتنا المفضل، سماء زرقاء، خيل ونجوم، الشمس، القمر، كلاهما أفضل الأوقات. أحب كوننا رائعتين. وأنا أيضاً. ترو، لقد نجحت.
نجحت. ما هذا الذي أراه؟ إنها فقاعة اتصال، ألم تريا واحدة مثلها من قبل؟ لا. أعتقد أننا وجدنا طريقة يمكنكما فيها رؤية بعضكما البعض. صاحبتي السمو، أينما كنتما تستطيعان التكلم معاً بواسطة فقاعة الاتصال. سأتمكن الآن من رؤيتك في الليل. ها، وأنا سأتمكن من رؤيتك في النهار. عناق. هذا أروع يوم. وليل على الإطلاق. سنتصل بكم. وداعاً. وداعاً. وداعاً يا ملكة النهار. وداعاً يا ملكة الليل. إلى اللقاء. وداعاً. الأميرة جريس بوت. فروكي، حبستنا في الشرفة بالخطأ. فكر في طريقة نخرج بها. وبينما تستغرق في التفكير، سأرى إن كنا نستطيع النزول من هنا. سأطلب المساعدة من ترو. لا، لا أريد، لكنني مضطرة. لا أريد ذلك. أستطيع، لن أفعل. مرحبا ترو. مرحبا جريزيلدا. أنا عالقة على شرفتي الآن. أستطيع أن أنزل بنفسي طبعا، ولكن إن أردت يمكنك أن تساعديني. سنكون هناك حالا. على المثلجات أن تنتظر يا بي. إيه؟ أمزح فقط. دعابة جيدة، خدعتني تماما. لا أزال عالقة على الشرفة. قادمان يا جريزيلدا. جريزيلدا. اقفزي إلى داخل فلوتو. لماذا أقوم بالأعمال الصعبة؟ شكراً فلوتو، تستحق بعض الراحة. كان بإمكاني حقاً النزول وحدي، لكنني فضلت أن ألعب مع صديقة. أتعلمين؟ أوه، عجباً. شكراً، الاتصال بترو كان فكرتي أنا. لا أسمعكم جيداً، أعيد ما قلتم. مؤكد تحبين الهتافات. من المدهش؟ أنا سعيدة لأنهم سعداء، لكني أحب المساعدة. بالتأكيد، المساعدة أمر جيد، ولكن ذاك التصفيق هو هدف المساعدة، صح؟ لا، أحب المساعدة فقط. أوه، هاي ترو. أنا لا أفهم. بالتأكيد، الجميع يهتفون لترو، ولكن لديها الأمنيات التي تساعدها على مساعدة الناس. هل لدي شيء مدهش كأمانيها؟ هل لدي؟ أنتم؟ الجريزمو؟ هاي، أنتم على حق. ترو لديها أمنيات، ولكن أنا لدي الجريزمو. ولدي عمل مناسب لكم. شكرتهم. افعل فروكي من الباب الخلفي. ستنطلق الأميرة. انظروا إلي في كل مكان، سأفيد بقدر الإمكان. صفقوا واهتفوا، جريزيلدا وهي أنا طبعاً. الأميرة جريزو ستريك ليست من أجل أمنياتكم.
توفيق وتوفيق كنزي زلدة وهي أنا طبعاً. أدوس هناك وبجانبكم. غريزبوت هي من ينقذكم. العمالقة الآليين أبطال حقيقيين. وأنا هي بطلتكم. غريزيلدا وإيدول غريزبوت هما من يساعدكم. انظر فروكي، إنها فرصتنا. لا تخافي، جاءت غريزبوت. شكرا صيدة الآلية. لا داعي للشكر، العفو. هل ذاك الهتاف من أجلي؟ اطمئنوا، غريزبوت سوف تنقذكم. أعلم، أعلم أنني مدهشة. لا تتوقفوا. تذكروا أن تخبروا الجميع عن بصلاتكم الجديدة. لم أتناول غداءً كهذا من قبل. غداءً دائرياً بشكل كامل، حيث يكون كل شيء كروياً. فاكهة رولي، وكرة كرانشو، وفطيرة جلوبي، وعصيرك المفضل، كرة عصير زازوني. إن كانت دائرية ستسقط في معدتي. إنها دائرية بالتأكيد. شيء ما يحدث في الخارج. غريزيلدا، تبدين مختلفة. أهوى شعرك؟ أوه، لاحظت ذلك؟ شو؟ لم أتصور أن أراك هنا في هذا الشارع. أنت تعلمين أنني أعيش هنا، أنت تزورينني دائماً. ممتاز، عودي إلى البيت فقط ونامي. سننهي غداءنا. تستطيعين أنت وأمنيتك أن تأخذوا اليوم إجازة. الأميرة غريزيلدا ستتولى المساعدة. شكراً. سيكون ذلك سهلاً. منزلي. أوبس. تفضل، عليك معك. شكراً. هل نودع مملكة قوس قزح الآن أم ننتظر حتى تحطمها كلياً؟ إن كانت غريزيلدا تريد مساعدة الناس فهذا أمر جيد، صحيح؟ نعم، ترو، بالتأكيد، بكل التأكيد. يكفي ما قدمته من مساعدة، أنا لطيفة جداً مع الناس. مصاصة طرية؟ هل أنت مستعد لتناول الفطور؟ إنه فطور مربعي، مكعبات فاكهة، شطائر مربعة، مكعبات مقرمشة، وقوالب بودينغ مربعة. لن يتدحرج الطعام هذه. وقع ولم يتدحرج. لماذا؟ ظننتها تريد فعل الخير. هذه الأفعال ليست خيرة. أتفق معك، الرقص هكذا لا يفيد أحداً. تلك ليست غريزيلدا، إنه فروكي. ذاك الكلب لا يملك رخصة لقيادة آلية عملاقة على شكل أميرة. هيا بي. أين ذهبت الآلية؟ ترو، لا أستطيع أن أجد أميرتي الرائعة الآلية غريزيلدا. انسي الأمر. يجب أن تنزل من هناك. فروكي. ماذا سنفعل؟ آلياتي، طبعاً. أنتم كبار الحجم وأقوياء، هل تستطيعون إيقاف الآلية العملاقة من أجلنا؟
الياتي بارعون بلعب الكرة، لكن ليس في إيقاف الآليين. الأميرة غريزبوت أكبر بكثير من أن نوقفها وحدنا، نحتاج إلى الأمان. كيوميولو، إلى شجرة الأمان كيوميولو. نعم، هذه أنا، أعلم أنها مفاجأة سارة. زي، هناك أميرة آلية عملاقة طليقة، نحتاج إلى مساعدة الأمان بسرعة. ترو، لا تخبري الأمان بأني هنا. ما قصة مجسم زي؟ إنه يظل مع الأمان عندما لا أكون موجودا. مجسمك بدا مسطحا قليلا زي، المسطح زي. سأصمم مجسمي، عدي إلى حجراتك الصغيرة. هل تحتاجين مساعدة ترو؟ نعم نعم، تحتاج ترو مساعدة. هناك مشكلة مع غريزبوت. الأميرة غريزبوت، الآلية العملاقة الرائعة التي صنعها لغريزمولي. آلية عملاقة؟ نعم، وهذه الآلية نوعاً ما تكون خرجت عن السيطرة. مؤكد سنجد حلاً، لنجلس ونفكر في الأمر. غريزلدا؟ أنا لا أجلس فوق الفطر، ولكن لماذا نجلس في وقت كهذا؟ للتفكير في حلول جيدة. على كل حال، خرجت غريزبوت عن السيطرة وفروكي عالق داخلها، بدأت تحطم الأشياء في مدينة قوس قزح. كيف تنوين إصلاح المشكلة؟ حسناً، أحتاج إلى أمنية لإيقاف غريزبوت عن الدوس هنا وهناك، ولكني أريد أيضاً الحفاظ على سلامة مدينة قوس قزح وفروكي. فروكي يصبح نازقاً عندما يفوت مداعبتي لبطنه. شجرة الأمان تستطيع المساعدة مع غريزبوت وليس فروكي. سمعتك شجرة الأمان ترو، حان الوقت لتحصلي على أمنياتك الثلاث. أنا جاهزة. يا شجرة الأمان، يا شجرة الأمان، يا شجرة الأمان، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جدا صغيرة، شاركيني رجائي يا شجرة الأمنية، بالقوة السحرية معا نصنع المعجزة. هل كان ذلك مدهشاً أم ماذا؟ أعتقد أنه كان مدهشاً قليلاً. قليلاً؟ حسناً، مدهشاً جداً. أمنيات مثيرة للاهتمام، لنبحث في موسوعة الأمان. هذا مدهش. شكراً، أمنيتك الأولى جلوبو، يصنع طبقة من اللاصق، أي شيء يمكن أن يلتصق به. يجب أن يكون قوياً جداً إن كان سيثبت الأميرة غريزبوت. أمنيتك الثانية برينجيت، مغناطيس قوي جداً، يستطيع جذب أي شيء معدني. تقصد مثل غريزبوت؟ إياك أن تخدشها وإلا أمنيتك الثالثة زيليون، يستطيع صنع نسخ عن شيء واحد يحوله إلى أشياء كثيرة. إذن إن كان لدي ماسة، سأحولها إلى عدد كبير من الماسات، أو نستخدمه ليساعدنا في إيقاف الأميرة غريزبوت بطريقة ما. أوه ذاك، أكيد. شكراً زي، وشكراً يا شجرة الأمان لأنك شاركتني أمنياتك. حظاً موفقاً، أمسكي بغريزبوت. أتعلم؟ قد يكون البقاء هنا أكثر روعة مع قليل من اللمعان والجواهر. لا شكراً. شكراً كيوميلو. غريزبوت، انتبهوا. Ha!
أعتقد أن فروكي سمعني. إنها فرصتنا الآن لنرى إن كان جلوبو يستطيع جعل جريزبوت تلتصق. زيب زاب زو، أنا أخبارك. استيقظ جلوبو وحقق أمنيتي. مرحباً جلوبو، هل ستساعدني؟ إذا لنجعل هذا الطريق لاصقاً جداً. ممتاز. جريزبوت الآن، جريزبوت الملتصقة. الأميرة الملتصقة. مياو، تقصدين الأميرة غير الملتصقة. مياو. أميرتي جريزبوت، أرجوك، تلك المظلة لا تناسب ثوبك على الإطلاق. ساعدوني. مسكين بورتلبي، سأخفف سرعة تلك الآلية ولدي أمنية تحقق ذلك. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ برينجت وحقق أمنيتي. مستعد للمساعدة؟ حسناً برينجت، أرني إلى أي حد تستطيع جذب المعادن نحوك. خفت سرعتها، سأتفادى ذلك بحركات النينجا. قد أحتاج إلى المساعدة. سأساعدك بكلتا يدي. إلى جانب قوة مخالب القط. نحن ننجح يا برينجت، هيا. أعتقد أنك استهلكت كل طاقتك. شكراً برينجت. شكراً على مساعدتك يا جلوبو. إلى أين تذهب؟ أخيراً، إنها تعود إلى قلعتي. إنها تعود إلى قلعتي. ترو، افعلي شيئاً. كيومينا. إلى قلعة جريزيلدا لطفاً، بأسرع ما تستطيع. تلك الآلية دائمة الحركة. كيف سنوقفها ترو؟ سهلكنا أمنيتين. حسناً، أمنيتي الثالثة زيليون، يستطيع مضاعفة الأشياء. كيف نستخدم ذلك لإيقاف الأميرة جريزبوت؟ ليس الآلية من علينا أن نوقف، وإنما فروكي. سنضاعف شيئاً يحبه فروكي كثيراً. حسناً، يحبني أنا. ويحب الألعاب الرنانة. ويحبني. بارتلبي، هذه هي. فروكي يحبك كثيراً. إن أعطيناه المزيد منك، فإنه سيخرج ويوقف الأميرة جريزبوت، وهكذا سننقذ قلعة جريزيلدا. بعض اللعاب لن يؤذي أحداً، وسيحب العالم أن يكون فيه المزيد مني. شكراً كيوميلو. هل أنت مستعد لتكون قططاً أكثر من أي وقت مضى؟ نعم، حرري نسخي القططية. زيب زعب زو، أنا أختارك. استيقظ زيليون وحقق أمنيتي. زيليون، هل صنعت لنا المزيد من بارتلبي؟ شكراً. هذا لن يؤذي على الإطلاق. ماذا؟ أنا أشد وسامة بثلاث مرات. حسناً يا قططبي، قفوا أمام جريزبوت ليتمكن فروكي من رؤيتكم. مفهوم. فروكي، أنا هنا. من يريد أن يقبلني؟ أنا هنا فروكي. فروكي، فروكي. إنها لا تتوقف. هل أوصلتموني إلى هناك؟ واحد، اثنان، ثلاثة، انطلقي يا قطط النينجا. ها.
الآن. شكراً بارتلبي، أقصد يا قطة بارتلبي. سأتحدث باسم الجميع وأقول لا مشكلة. هيا فروكي، هيا. أنت طيب يا فروكي. لم تتوقف جريزبوت. خذ يا بارتلبي، أنزل فروكي. أمسكت بك. قطة نينجا رائعة. فروكي. يجب أن أخرج لعبة فروكي. أوه، سوف تدوس الأميرة فروكي إن لم يتصرف أحد ما. أنا سأتصرف. فروكي. كادوا أنجح. ستتحطم الأميرة جريزبوت. سأهجر الآلية. جريزلدا، هل أنقذت فروكي؟ كان ذلك رائعا. نعم، كنت رائعة جدا، أليس كذلك؟ لكن لم يرني أحد أفعل ذلك باستثنائكم. لا، ولكن كيف تشعرين؟ بالواقع شعور مميز لسبب ما. أستطيع الاعتياد على هذا. نفرت الأميرة جريزبوت. لا بأس، سوف أصنع واحدة أخرى. لا أمزح، سأبني تمثالاً عملاقاً على هيئتي. التماثيل لا تدوس أحداً. لا 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 لا. هل أنت مستعد لتجعل زيليون يعيدك إلى بارتلبي واحد يا بارتلبي؟ ليس بعد، سأدع فروكي ينتهي منهما أولاً. أرجوك لا. فرخة هينو تاري. بارتلبي، انظر، بدأ الأمر. الجميع في طريقهم إلى مهرجان فاندو واندا. أنا متحمسة جداً. أنا أيضاً. كم حدثاً سنقوم به؟ كم؟ كلها؟ مسابقة أكل الفطائر ورقصة الياتي وأجمل زامور حافلة في مدينة قوس قزح. كلهم طلبوا مني أن أكون الحكم. واو، يبدو أن لديك أشياء كثيرة تفعلينها. نعم، لكنني أحب فعل الكثير ومساعدة الآخرين. صباح الخير يا ترو وبارتلبي. انضم إلينا في الاحتفال بكل ما يجعل مملكة قوس قزح ممتعة ورائعة أيضاً. فاندا واندا. فاندا واندا. فاندا واندا. أحضرت مفاجأة خاصة لمهرجان هذا العام. بيضة هينو تاري. تضع أنثى طير هينو تاري بيضة واحدة كل 1000 عام. من الرائع أن تشارك الجميع بها في مهرجان فاندا واندا. وبمناسبة الحديث عن المهرجان، أنا قلق قليلاً بشأن كل الفعاليات الملكية التي علي أن أحضرها وأن أنتبه أيضاً للبيضة. أستطيع أن أرعى البيضة من أجلك كيفما تقوم بواجباتك الملكية. حقاً؟ شكراً يا ترو، أنت مفيدة دائماً. هذا ظريف. ترو، ألستِ مشغولة سلفاً بمجموعة من المسابقات اليوم نوعاً ما؟ بلى، ولكني أستطيع فعل كل ذلك ومراقبة البيضة معاً، لا مشكلة. شكراً ترو، استمتعا بمهرجان فاندا واندا. جميل. نعم، هذه البيضة بيضة، ولكن هذه المثلجات مدهشة. ترو، انظري إلى مخروط المثلجات الكبير متعدد النكهات. لم يمضي 5 ثوان ولا يزال بإمكاني أكلها. إنه حدث الأول، مسابقة أجمل زامور في مدينة قوس قزح. اذهبي واستمتعي بوقتك. يبدو أن البيضة لا تحب الأصوات العالية. أنا سأتولى الأمر، اذهبي وامرحي مع الحافلات وأنا سأله مع البيضة هنا. شكراً يا بي، سأعود قريباً. عمل القطط لا ينتهي. من صغيرة البيضة؟ أنتِ.
مرحبا يا ترو، هل أنت مستعدة لتحكيم مسابقة أجمل زامور؟ أين بيضة هينوتاري؟ إن البيضة لا تحب الأصوات العالية، لذا فإن بارتلبي يرعاها ريثما أعود. آه، فكرة جيدة. حسنا أيتها الحافلات، أسمعونا الزامور. جميل. يا للروعة. رائع، يا للروعة. إنه جميل جدا. أنت رابحة في المسابقة. مبارك. آه، عجبا. البيوض ترتاح كثيرا مع القطط، الأمر واضح بفضل العامل المهدئ الذي يرعى به القط. بيو. كيف حال البيضة؟ معدة جيدا. إنها دعابة بيضية، هذا يعني أن البيضة بخير. جيد، أعتقد أني لم أعد وأجدها مقلية. مقلية. دعابة جيدة. مرحبا. لابد أن مسابقة رقصة الياتي قد بدأت الآن. المزيد من الضجيج. مسكين البيضة. أمسكتك. اذهبي أنت، سأجالس البيضة. شكرا يا بي، سأعود لاحقا. هل تريد البيضة بالونا؟ ربما نختار بعض البالونات ونعقدها حولك، هذا يبدو جميلا. لا لا لا، هذا البالون رائع جدا. البالون هذا البالون رائع. مهلا مهلا. ذاك لا لا لا، ماذا عن هذين الاثنين؟ مهلا مهلا، ربما هذين الاثنين هناك. مهلا، البالونات تطفو في الهواء، ماذا لو حملت البيضة بعيدا؟ لماذا أقلق بشأنه؟ لن تهربي. أو لا. واو، أنت الفائز في مسابقة الياتي. صحيح، هناك مسابقة تخمين إن كان حجراً أو مخلوقاً حجرياً. كنت أنسى ذلك. سأطمئن على بي والبيضة بعد هذه المسابقة. أيتها البيضة، صحيح، لقد فقست الآن. هاتشر، أين أنت؟ معي بالونات. هاتشر، قد تكون تلك الفرخة على بعد أميال الآن. أنت تعرف ما عليك فعله يا روكي. تقدموا جميعاً لتفوزوا بالجائزة. خمنوا إن كان هذا حجراً أو مخلوقاً حجرياً. إن كان تخمينكم صحيحاً ستحصلون على مكافأة. مخلوق حجري. لا، إنه حجر. مخلوق حجري؟ لا، رائع. نعم، مبارك. أنجل. أنيسة ترو، الفطائر. مسابقة تناول الفطائر، نسيت أمرها أيضاً. يجب أن أعود إلى بي قريباً. ماما. أنت ده، عجباً، أنت تحبين الذرة. رائع، مهلاً. لا تدغدغي أنفي. أعتقد أن ذيلك الأحمر جميل. ماما. لا لا، ابقي مكانك هاتشر صغيرة. حسنا، سنبحث عن ترو. هاتشر. لا لا لا، هاتشر. هاتشر. مرحبا بارتلبي. عودي. ما المشكلة؟ إنها قصة مضحكة. البيضة، هل فقست؟ قليلا، حسنا، كثيرا. لقد فقست تماما وقد هربت الفرخة. لا، كان علي أن أعود قبل الآن. ملك قوس قزح يعتمد علي، يجب أن نعيد البيضة. أنا أسميها هاتشر الآن باعتباري أنها فقست. وعدت أن أساعد في أشياء كثيرة اليوم يا بي، ولكني لم أستطع مجاراة مهماتي. ما كان علي أن أقترح مجالسة البيضة. أنا آسفة. لا بأس ترو، الجميع يعلم كم تحبين تقديم المساعدة وأنا هنا لمساعدتك. شكرا يا بي، أنت الأفضل. والآن لنجد البيضة، أقصد هاتشر. ذهب
ذهبت في ذلك الاتجاه. هاتشر! يا لها من فرخة جميلة. ماما، إنها تعتقد أنني أمها. هل رأيت ذلك؟ قبلة من هاتشر. تحول الناس إلى فراخ. يجب أن نوقف هذا. اتبع تلك الفرخة. هاتشر سريعة، كان عليك أن تري مدى سرعتها في أكل عرموس الذرة. هل تحب الذرة؟ بسرعة يا بي، أمسك واحداً. هاتشر، نحن هنا، لدي الكثير من الذرة اللذيذة جداً. أوه، مرحباً يا فرخة هينوتاري. هينوتاري؟ عجباً. هل أنت بخير؟ ترو، بارتلبي، فقست فرخة هينوتاري. نعلم، نعلم. نحن نحاول إيجادها. ولكن يجب أن نفعل بسرعة. ستظل فرخة هينوتاري تقبل المواطنين إلى أن تحصل على قبلة من أمها. حقاً؟ نعم، ولن يطول الأمر قبل أن يتحول الجميع إلى فراخ. لكن لا تقلق، من حسن الحظ أنني أعرف أفضل طريقة للإمساك بفرخة هينوتاري. الأمر ملك قوس قزح. ماذا يجري هنا؟ أتيت إلى مهرجان باندا واندا لأستمتع بوقتي. إن كان هناك شيء سيء يحدث أبعديه عني رجاءً. ترو، هاتشر تبحث عن أمها وهي تقبل كل من تراه كي تجدها. من الأفضل أن نجمع شملها فوراً. فرخة هينوتاري واحدة ظريفة لكن ليس مدينة كاملة. نحتاج مساعدة الأماني. كيوميولو، خذنا إلى شجرة الأماني. مرحبا زي. مرحبا ترو، بارتلبي. ماذا تفعل الأماني؟ نحتفل بمهرجان فاندا واندا من خلال لعب ألعابنا الخاصة. الآن سنخوض سباق الأكياس. أنا سأكون حكم هذا الحدث. استعداد، تهب، انطلاق يا أماني. هو الفائز. اطمئنوا، سنلعب ألعاباً كثيرة بحيث يحصل الجميع على أوسمة. كيف تساعدك شجرة الأماني؟ لدينا مشكلة يا زي، لقد فقست فرخة طير هينوتاري وهي الآن تقبل الجميع وتحولهم إلى فراخ هينوتاري. أولا بلى، وهناك ما هو أسوأ، سيستمر هذا في الحدوث إلى أن نعيدها إلى قمة جبل تيبي تيبي توب لتحصل على قبلة من أمها. يا للعجب، هذه مصيبة. لنجلس ونفكر في الأمر. كيف تخططين لحل المشكلة؟ أحتاج أمنية تساعدني في جمع الفراخ معاً حتى أستطيع اختيار الفرخة الحقيقية. هذا جيد. أفكار أخرى؟ أحتاج أمنية تساعدني في إعادتهم إلى طبيعتهم. تفكير صائب. سمعتك شجرة الأماني ترو. حان الوقت لتحصلي على أمانيك الثلاث. أنا جاهزة. يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جدا صغيرة، شاركيني رجاء يا شجرة الأمنية، بالقوة السحرية معا نصنع المعجزات. أحلى الأمنيات، أحلى الأمنيات، أحلى الأمنيات، أحلى الأمنيات، بالقوة السحرية معا نصنع المعجزات. أحب هذه الأمنيات كثيرا، لنرى ما جاء في الموسوعة عنها. ها هي الأمنية الأولى، هي تيزوي،
إنه موسيقي ويعزف موسيقى ساحرة جداً لدرجة أن الجميع يرغب في اللحاق به. هذا مفيد. تستطيع الفراخة أن تتبع موسيقى تيزوي حتى أجمعها كلها في مكان واحد. الأمنية الثانية هي تنتلي. أوه، جريء. أمنية تلوين وتغيير لون أي شيء في أي مكان. تحب هاتشر الذرة. ربما أستطيع تلوين عربة البيضة باللون الأصفر حتى تعود هاتشر إليها. ستبدو العربة وكأنها وجبة كبيرة ولذيذة من الذرة. وأخيراً لديك فليكتو. فليكتو لا يريك انعكاسك في مرآته وحسب، وإنما يستطيع جعل نفسه أكبر أو أصغر أيضاً. لا أعلم كيف لمرآة أن تساعدنا في جمع كل الفراخ، ولكنني سأجد طريقة ما. تفعلين دوماً. شكراً زي، وشكراً لك يا شجرة الأماني لأنك شاركتني هذه الأماني. وداعاً زي. حظاً طيباً لكما. أعدنا إلى مهرجان فاندا واندا يا كيوميلو. يجب أن نجد هاتشر ونعيد الجميع إلى طبيعتهم. ماما، تظنين أنني أمك؟ هذا ظريف. ماما؟ انتبهوا. يجب أن نجمعها كلها قبل أن يتحول الجميع إلى فراخ. أعلم ما يجب فعله. نجد مكان اختباء جيد. نحن لا نفكر بالأمر نفسه. سأجمعها كلها معاً باستخدام الموسيقى. زب زعب زو، أنا أختارك. بصيحة تيزوي، أحقق أمنيتي. تيزوي، هل تعرف لحناً يمكن أن تحبه هذه الفراخ؟ رائع، لنسمعها. هذا ينجح. ولكن ألن تهرب الفراخ ثانية عندما تتوقف الموسيقى؟ ليس إن جمعناها ووضعناها في مكان ما. وأعرف المكان المناسب. هيا بنا. إلى اليسار، إلى اليمين. ها نحن ذا. حسناً، جمعنا كل الفراخ ولكن يوجد الكثير منها. ماذا نفعل الآن؟ حسناً، إن ارتفعنا إلى الأعلى قليلاً، فربما سنتمكن من اختيار الفرخة الصحيحة. شكراً تيزوي، قمت بعمل جيد. كيوميلو! يصعب اختيار الفرخة الصحيحة، كلها متشابهة. نعم، كلها لديها عيون كبيرة براقة وذيول صغيرة ظريفة مزودة بتلك الريشة الحمراء الصغيرة. ريشة حمراء صغيرة؟ نعم، كالريشة التي دغدغت بها هاتشر أنفي. بي، أرى ريشة حمراء واحدة فقط. ماما؟ لابد أنها هاتشر. لقد وجدتها يا بي. لا تقبليني، لا تقبليني. أصدق. نحن مدهشان. شكراً ترو، لكن ما العمل الآن؟ هربت الفراخ ثانية. نحتاج إلى شيء يلفت انتباهها. مثل عرنوس ذرة كبيراً. ماذا؟ كرات عصير الزازوني. تدا، عرنوس ذرة كبير وقططي. لكنه أرجواني، على الأقل يسهل التحرك فيه. تسرعت في الحق. عليك فقط أن تعتاد عليه، وأمنيتي الثانية ستساعدنا في حل مشكلة اللون. زب زعب زو، أنا أختارك. استيقظ تنتلي وحقق أمنيتي. مرحبا تنتلي، أريد أن أجعل زي بارتل بالتنكري أصفر اللون لكي يبدو كالذرة. هل تستطيع المساعدة؟ انتهيت، أصبحت سخيفا كالذرة. أنا كذلك حقا. لحظة واحدة. شكرا تنتلي.
لنجمعها ثانية. تعال أيتها الفراخ، لدي عرنوس ذرة عملاق من أجلك. لماذا لا يريدون الذرة اللذيذة؟ حاول أن تتصرف كالذرة. كالذرة؟ أنت تقصد بذلك؟ أوه، حسناً، ها أنا ده. ذرة ذرة ذرة، أنا عرنوس ذرة. ذرة ذرة ذرة، أنا أقوم بعمل جيد. كان ذلك على القافية. نجح ذلك. نجح أكثر من اللازم. اهربي. استمر يا بي، عد إلى حيث حشدناها قبل قليل. أنا أركض بأسرع ما أستطيع. أسرع يا بي، يمكنك فعل ذلك. لقد نجحت. نجحت. لم أنجح. مارتل بي. قطي الصغير المسكين. كيوميلو أسرع. شكراً كيوميلو، ولكنني فقدت بارتلبي وأصبحت الوحيدة التي لم تتحول إلى فرخة. غريزيلدا، عدت إلى طبيعتك؟ ترو، لا أعلم ما يجري هنا. ولكن الأفضل. البركة، هذه هي. عندما رأت الفرخة انعكاسها في البركة، عادت إلى طبيعتها الأولى. سيكون من الأسرع أن أستخدم أمنية المرآة لأعيد الجميع إلى طبيعتهم. زيب زابزو، أنا أختارك. استيقظ فليكتو وحقق أمنيتي. فليكتو، هل أنت مستعد لتعيد الجميع إلى طبيعتهم؟ رائع، هيا بنا. مرحباً، وجه أي فرخة جميل أراه هنا. هاي، نجح الأمر. شكراً ترو، لما أشعر برغبة في أكل الذرة فجأة؟ مرحباً. مرحباً. شكراً. انتظري، عودي أيتها الفراخ. كان هذا ليكون أسهل لو كان معي مرآة أكبر. ليكتو، أريدك أن تصبح أكبر حتى ترى كل الفراخ نفسها فيك. شكراً، لننطلق. انظر إلى هنا أيها الفرخ. يا للروعة، أنا ملك ثانية. انظري هنا أيتها الفراخ. وأخيراً. عزيزي الصغير فروكي. عدت إلى طبيعة الحريرية والقططية والجميلة. ترو، أنا سعيدة جداً بعودتك يا بي. كنت الأخير، عاد الجميع إلى طبيعتهم ثانية. رائع، لكن أين هاتشر؟ إنها هنا. ماما، يجب أن نعيدها إلى أمها في جبل تيبي تيبي توب قبل أن تقبل شخصاً آخر. لا وقت نضيعه. يا عصفورة هينوتاري، أحضرنا لك شيئاً من المهرجان. ماما. مذهل. أتظن أن الأمر نجح؟ هناك طريقة واحدة للتأكد، أتسمحين؟ شكراً. العفو، نجح الأمر، أنا لست فرخاً. ماذا عني؟ شكراً. مخلوقات غريزمو الرائعة. مرحباً بارتلبي الختمي. مرحباً ترو. باك 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 مياو. انظر، علبة. تحب القطط العلب، لكنها تحب كرة الصوف أكثر. الصوف؟ قلت صوف؟ ماذا سيحدث لبارتلبي الختمي؟
إنه لذيذ. ترو، أنت تأكلينني، لما؟ لم أستطع المقاومة، أنت شهي جداً. ولذيذ. حقاً ترو؟ نعم، أحببت الطائرة المتألقة الذي رسمته. شكراً، قمنا بأعمال فنية رائعة اليوم، وكانت تمطر في الخارج. لكنها لم تعد تمطر الآن. رائع، أشرقت الشمس، هل نقلنا جلستنا الفنية خارجاً؟ طبعاً أريد. أوبس. ترو، هل أنت بخير؟ أنا بخير، لقد انزلقت بسبب قطعة الخطم. إنها حلوة عديمة الإحساس، لم تدخل إلى فمي. ترو، تلطخ الباب. ماذا؟ يبدو هذا رائعاً، انظر كم أصبح لامعاً. والآن أصبح مدهشاً أكثر. إنه يشبه منزلنا، ولكنه لامع أكثر. واو، إنه باب رائع يا ترو. مميز جدا. رائع، إنه باب مدهش. أعتقد أننا بدأنا بشيء جديد. أنا أعتقد أنك محقة. رائع، انظر إلى كل أبواب الحي، إنها باهرة جدا. هذا رائع، هناك فن جميل في كل مكان. انظري ترو، إنها لوحة لي أنا، هذا لطيف للغاية. إنها بطاطا. يبدو أن الجميع يصنعون أبواباً لامعة اليوم فروكي، لنرى ماذا حل بباب أنا. أيتها البريزمو، أروني ما فعلتموه لتدهشوا أميرتكم. غريزمو، هذا ليس لامعاً. نحن على قمة جبل، يجب أن يكون بابي لامعاً جداً بحيث يراه الناس في كل أنحاء المملكة. وجدتها، سألمعه بالكريستال، وليس الباب فقط، سوف أبني برجاً من الكريستال حتى يراه الجميع. أعثر على أكثر كريستال لامعاً على الإطلاق وابدأ العمل. يومي حتى أحصل على عناقي من شخص تعرفينه. من الملك؟ إنه مشغول دائماً، ولكن هناك وقت للدغدغات. انتبهي لفرائي، هذا يدغدغ. أنا متشوقة لرؤية أبواب الجميع. كيف سأكل الذرة وأنا لا أراها؟ ما الذي يحدث؟ الشمس ساطعة أكثر من اللازم، لا أصدق أن يقول هذا. الشمس ساطعة؟ ما الأمر ترو؟ لا أعلم أبداً. مهلاً، انظر، ذاك السطوع ليس من الشمس، إنه يصدر من قلعة غريزيلدا. حقاً، لا أرى شيئاً. أجل، أنا أراها. إنها تبدو أكثر سطوعاً وإشراقاً، يجب أن نصعد ونكتشف ما الذي يحدث. هذا يحجب المطر والشمس. نعم، أنا مستعد. كيوميلا، نحن هنا يا صديقي، هيا. كيوميلا أيها المسكين، هل تؤذي أشعة الشمس عينيك أيضا؟ الطيران صعب عندما تكون الشمس بهذا السطوع صديقي.
ارتدي هذه إنها تناسبك. لنذهب إلى قلعة غريزيلدا. مرحبا غريزيلدا. وداعا صديقي. فروكي، أخبرتك سابقا لا تلوثني بلعابك، أعرف أنك تحبني. تريدين إعطائي مكافأة أكثر قلعة ساطعة؟ لا شيء يمكن أن يكون أكثر لمعانا من برج الكريستالي. لا، لم تكن هذه مسابقة. لا يمكن ذلك، الجميع فعل هذا. إذن ما الجائزة؟ رباط؟ كأس؟ مهلا، هل هو تاج؟ إنه تاج، صحيح؟ آسفة، لا يوجد تاج. إكليل إذن؟ لا. مكبس شعر؟ لا. حسناً، ألم تعجبك قلعتي؟ إنها أكثر منزل لامعاً ومتألق. إنها كذلك، ولكن برجك الجديد يعكس ضوءاً كثيراً لدرجة أنه يعمي المملكة. إذن الجميع يرون كريستالي؟ إذا كان ساطعاً جداً، ضعوا نظارات شمسية. ما هذا؟ هل انخفضت قلعتك للتو؟ قلعتي؟ لا تكوني سخيفة، أرجو المعذرة. سأراقب الجريزمو وهم يضعون المزيد من الكريستال اللامع. وداعا. أهلا أيها الجريزمو الصغير. تريدون أن ننزل إلى هناك؟ أعتقد أنه يقصد نعم. هل تعيشون هنا تحت قلعة غريزيلدا؟ رائع. هذا الأثاث ليس مريحاً للقطط أبداً، إنها مجرد ملاحظة. انظر يا بي، إنهم يستخرجون كل ذاك الكريستال من تلك الدعامة. لا، برج غريزيلدا الكريستالي أصبح ثقيلاً وسيحطم الدعامة. هذا ما أردت أن تريني إياه؟ أيها المسكين. لا. أمسكت بك. شكراً. قلعة غريزيلدا تنخفض حقاً، ونحن تحتها. اسمعوا جميعاً، لنخرج من هنا قبل أن تنهار الدعامة. شكلوا صفاً واحداً غريزمو. حسناً، إن البرج الكريستالي الجديد يجعل القلعة ثقيلة، وهي تنخفض فوق منزلكم الآن. ولكن لا تقلقوا، سنقوم بإقناع غريزيلدا بإزالة الكريستال في الحال. يجب أن نفعل. هذا صحيح. قلعتي الجميلة. غريزيلدا، غريزيلدا. ترو، ترو. قلعتي تنخفض. لماذا؟ بسبب ذلك الكريستال. لحظة، لحظة، لحظة. لا تقولي. أكره الأخبار السيئة. حسناً، لن أخبرك. هو سيخبرك. ميو 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 ميو. إنه بسبب الكريستال غريزيلدا. انتهيتي؟ حسناً، انتهيت. يجب أن تهدمي البرج الكريستالي، إنه ثقيل جداً. لكنه لامعاً جداً، أنا أحبه جداً جداً. أعلم ذلك، لكن إذا لم تهدم البرج فإن قلعتك ستنخفض وستدمر منزل الجريزمو وتسحقه. لا! ترو، أسكتيها. غريزيلدا! آسفة، ليست غلطتي، لم أكن أعلم أين يعيشون. لا بأس، سنحاول أنا وبي أن نبقي القلعة متماسكة بينما تزيلين أنت والغريزمو الكريستال. حظا موفقا. سأحاول، لا أرى شيئا يسبب هذا السطوع. لما المكان؟ صحيح، أنا السبب. أيتها الغريزمو، لنبدأ بتكديس الأشياء لتكن عالية قدر الإمكان. فليدعم هذا السقف. نكاد نصل السقف. استمروا بسرعة. ترو، ليس لدينا أشياء كثيرة نكدسها. استخدموا أشياء صغيرة. فكرة رائعة. هاي، المزيد من الأشياء الصغيرة. الحليب.
لقد نجحنا! نجحنا! دعمنا السقف وأنقذنا الموقف! كتب التاريخ ستتحدث عن هذا! كلمة إنقاذ ليست مناسبة! لنخرج الجميع من هنا! أيتها لجريزمو! لنخرج من هنا! حسناً! تعرفون ما عليكم فعله! إلى الأمام! سر! بذلنا كل ما بوسعنا! نحتاج الآن إلى مساعدة الأماني! كيوميولو! إلى شجرة الأماني! نعتذر منك. هل أنت والأماني بخير؟ نعم، كنت أختبر إلى أي ارتفاع تذهب. الوثب ممتع. بالفعل، لكن ذاك الضوء الساطع أفزعنا. هذه هي المشكلة، إنه من قلعة غريزيلدا. بنت برجاً كريستالياً طويلاً وهو ينخفض فوق منزل لغريزمو. يا للعجب، هذه مشكلة. تعال واجلسا، سنفكر في حل. كيف ستحلين المشكلة؟ حسناً، نحتاج إلى شيء يحجب ذلك الضوء الساطع في الخارج أثناء عملنا. مهلاً، لن أرتدي النظارة رغم أنني اعتدت أن أكون وسيماً، والنظارة جعلتني أبدو وسيماً. أوه بارتلبي، نحتاج إلى شيء يدعم القلعة حتى لا تسحق منزل لغريزمو. ليس إلى الأبد، فقط ريثما نهدم البرج لكريستالي ونعيد لكريستال إلى مكانه. يبدو أنك تعرفين ما عليك فعله. حان الوقت لأمانيك الثلاث. أنا جاهزة. يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، شاركيني أمنياتك الرائعة. شاركيني أمنياتك الرائعة. شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جدا صغيرة. شاركيني رجاء يا شجرة الأمنية، بالقوة السحرية معا نصنع المعجزة. إنها أماني مذهلة. هيا لنتفقد موسوعة الأماني. أمنيتك الأولى هي تيب توب. أمنية تكديس تتألف من أجزاء صغيرة تعمل معا لتبني هياكل أكبر. إيه، يشبهون المهرجي. سيكونون مثاليين لتدعيم سقف منزل لغريزمو. والآن أمنيتك الثانية. نعم، زبلو. أمنية تحبس الهواء الساخن داخلها وتتمدد عندما ترتفع. ربما تستطيع مساعدتنا للوصول إلى أعلى البرج حتى نزيل عنه الكريستال. وآخر أمنية لديك هي سليبزي. أمنية تزحلق. لن تستطيع التزحلق بواسطتها إلى الأسفل فقط، وإنما للأعلى أيضاً. إنها مميزة. لم أتزحلق باتجاه الأعلى من قبل، لكن كيف يمكن لهذه الأمنية مساعدتي في حل مشكلتي؟ فكري بطريقة ما، أنت بارعة. شكراً يا زي، وشكراً لك يا شجرة الأمان لأنك شاركتني أمنياتك. حسناً، إلى اللقاء زي. بالتوفيق. لنفعل هذا. شكراً كيوميولو. حسناً بي، علينا أولاً أن ندعم السقف لكي لا ينهار منزل لغريزمو. وقت استخدام تيب توب. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظي تيب توب وحققي أمنيتي وابدأ التكديس.
هذا رائع، إنهم ظرفاء جدا. إنهم أقوياء بالفعل. عمل رائع تيب توب. بما أنهم يدعمون القلعة سنساعد غريزلدا في إنزال الكريستال. غريزلدا كيف تسير الأمور؟ آه ليست جيدة، الجريزمو لا يرون ما يفعلونه. نحتاج إلى حجب الشمس. نعم يجب أن يكون ضخما. يستطيع زيبلو أن يضخم حجمه لنحجب الضوء. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ زيبلو وحقق أمنيتي. حسناً زيبلو، حان الوقت لتتضخم. مذهل، أصبح ضخماً. والذيل. أنا يجب أن يكون زيبلو ليحجب الضوء. ترو، ساعديني. ها، أمسكتك. هيا بارتلبي. من هنا، من هنا زيبلو. نجح الأمر بارتلبي. كل شيء يتمايل. أنا أشعر بالدوار. حسناً، لنسرع وننزل بقية الكريستال ثم نعيده إلى. من الأفضل أن نطمئن على تيب توب. تيب توب أن تبقي القلعة متماسكة. يجب أن نعيد الكريستال إلى هنا بسرعة ونبني الدعامة. بسرعة أيتها الجريزمو. لا يستطيعون الإسراع أكثر، إنهم متعبون. والآن ترو، خطرت لي فكرة. لقد هبط غريزمو بشكل أسرع بالتزحلق على الكريستال. إذا وضعنا سليبزي قرب البرج فسنتمكن من نقل الكثير من الكريستال إلى الأسفل بشكل أسرع. سليبزي، لنقم ببعض التزحلق. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظي سليبزي وحققي أمنيتي. مرحبا سليبزي، أريدك أن تصنعي زلاقة تصل إلى قمة قلعة غريزلدا. انطلق سليبزي. هيا بارتلبي. لكننا في الأسفل. أخبرنا زي إننا نستطيع التزحلق نحو الأسفل والأعلى فوق سليبزي. يجب أن أجرب هذا. لنتزحلق. لنتجه إلى الأعلى. سننعطف. ترو، هذا ليس وقت اللعب. هذا ليس للعب، سيساعدنا لإعادة الكريستال أسفل القلعة. حسناً جميعاً، ضعوا الكريستال فوق سليبزي وسترسلها إلى الأسفل بسرعة. رائع. لا تفرطوا في حماسكم يا أصدقائي. لقد نجحوا. هيا بنا. انظرا، إنهم يعيدون الكريستال ويعيدون بناء الدعامة. شكراً لأنك عملت بجهد كبير. يمكنك الاستراحة الآن. هيا
عمل رائع سليبزي وزيبلو، ما كنا لننجح لولاكما. ممتاز. ترو، أنقذت قلعتي. أظن أنني بلغت قليلاً في محاولة التفوق على أبواب الجميع المتألقة. لقد بلغت قليلاً؟ أعلم لم تكن مسابقة، ولكنني أردت الفوز. نعم، لكنك أردت مساعدة الجريزمو أيضاً. هذا هو المهم. إن كنت لا تزالين تريدين إضافة القليل من التألق إلى بابك، لدينا مفاجأة. إنه رائع. شكراً 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 شكراً. أوه، هذا واجبنا. ليس ثانية. كعكة من أجلي؟ إنها جميلة. والآن لنبدأ هذه الحفلة الرائعة على الفور.